سجل التاريخ بطولات عدد من القادة ودورهم في حرب أكتوبر، من أبرزهم المشير محمد عبد الغني الجمصي رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة في حرب أكتوبر المجيدة. ولد المشير محمد عبد الغني الجمصي في محافظة المنوفية في 9 من سبتمبر عام 1921. تخرج في الكلية الحربية عام 1939، وظهرت بصماته في التخطيط لجميع مراحل حرب أكتوبر عام 1973. سوف نسلم أعلامنا مرتفعة هاماتها، عزيزة صواريخ. في سجلات نصر أكتوبر المجيد، أحداث وشخصيات بذلوا العطاء فاستحقوا الثناء تقديرا لما قدموه من أجل عزة وكرامة الوطن. وفي تلك السجلات تسطع أسماء ورموز يتلألأ ذكراها في السطور والكلمات، ومن بين هذه الأسماء المشير محمد عبد الغني الجمصي رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة في حرب أكتوبر. ولد في محافظة المنوفية في 9 من سبتمبر عام 1921، وتخرج في الكلية الحربية عام 1939 ضابطاً بسلاح المدرعات، وخاض حروب مصر المعاصرة بدءاً من حرب فلسطين. شارك في إعادة بناء القوات واستعادة كفاءتها غرب القناة، وبناء الدفاعات بعد حرب يونيو عام 1967. ساهم في تخطيط وإدارة الأعمال القتالية حتى عام 1968، وقائداً لمجموعة عمليات الجبهة السورية عام 1970. ثم عين نائباً لرئيس أركان حرب القوات المسلحة ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة من عام 1972 وحتى عام 1973. ظهرت بصمته المؤثرة في التخطيط لحرب أكتوبر عام 1973 من خلال الخطة جرانيت 2 المعدلة، أعد التوجيه الاستراتيجي للقائد الأعلى للقوات المسلحة، والذي تمثل في تحدي نظرية الأمن الإسرائيلي عن طريق عمل عسكري. وشارك في إدارة حرب أكتوبر في كل مراحلها من 26 وحتى 28 أكتوبر عام 1973. اندلعت حرب أكتوبر 73، واندفع فيها رجال القوات المسلحة يقاتلون ببسالة وإيمان، فانتزعوا النصر وسطروا أروع صفحة في تاريخنا الحديث. قاد المفاوضات العسكرية لفض الاشتباك الأول، مباحثات الكيلومتر 101، وصولاً لاتفاقية النقاط 6 يوم 9 من نوفمبر عام 1973. وقع اتفاقية فض الاشتباك الأول في 18 من يناير عام 1974، واتفاقية فض الاشتباك الثاني في 1 من سبتمبر عام 1975. ثم عين رئيس أركان حرب القوات المسلحة خلفا للفريق سعد الشاذلي في 12 من ديسمبر عام 1973، ثم وزيرا الحربية والقائد العام للقوات المسلحة في 12 من ديسمبر عام 1974. حصل على العديد من الأوسمة والأنواط والنياشين تقديراً لدوره في التخطيط لنصر أكتوبر المجيد، فسجل التاريخ العسكري المصري اسمه بأحرف من نور كأحد أبرز القادة العسكريين في العصر الحديث.